بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب. معاكم احمد سلامه، هنكمل مع بعض كورس سي سي ان ايه 200301. اتعرفنا بشكل ظريف كده عن كابلات التويستد بير، ايه هي كابلات التويستد بير، ايه هي الكاتيجوريز بتاعتها، واتعرفنا على الرايتنج ستاندرد بتاعتها. ناقص لنا حاجتين بساط في التويستد بير عشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده. حطيتهم لك في فيديو تاني، وهما بعنوان التولز، ايه هي الادوات اللي بنستخدمها مع كابلات التويستد بير ديت، وازاي نكونكت التويستد بير زي ما عملنا في كابل الكواكسل كيبل. فاتمنى ان انت تكون متابع السلسله بانتظام علشان الترتيب ما يتوهش منك، او المعلومات ما تسقطش منك. خلونا شباب نشوف قصه التولز وكونكت التويستد بير كيبل في الفيديوهين اللي جايين دول، هركبهم لك في بعض زي ما اتبعنا المنهجيه في الكام فيديو اللي فاتوا. شبكات، خلصنا مع بعض فيديو بسيط كده بعنوان الرايتنج ستاندرد، وعرفنا يعني ايه اجهزه متشابهه واجهزه غير متشابهه وازاي هنوصلها. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن التولز اللي انا كراجل نتورك ادمنستريتور هستخدمها عشان اكونكت التويستد بير كيبل يا شباب. اول اداه عندي هي اسمها الكريمبرز يا شباب، واحنا بنسميها هنا في مصر القراجه. يبقى احنا خدنا قصه ار جي اللي هو الار جي 45، وقلنا دي قراجه، دي بتتعامل مع الار جي 45. طبعا كلمه ملهاش معنى يعني قراجه، ولكن مشهوره يعني. حتى لو انت هتنزل تشتري قول له عايز قراجه، مش هتروح تقول للراجل عايز كريمبر. ولكن هي اسمها العلمي هي الكريمبر تول. والكريمبر تول زي ما انت شايف كده، كل ما عليك ان انت بتجيب ار جي 45 وترتب الكابلات جواه، تمام. بتكون كابلات، بتكون البنز او اللي هي الاطراف النحاس في الار جي 45 دي طالعه لفوق، ما بتكونش داخله على الكابلات. فبمجرد ما بترتب الكابلات جوه، محتاج اداه تنزل لي البنز النحاس ديت على الكابل علشان يمسك ما يخرجش منها، وفي نفس الوقت يوصل مع السويتش او البي سي. فببساطه بروح مدخل الار جي 45، هو ده مكانه اهو جوه الكريمبر، واضغط عليها، اقفل الاثنين دول كده على بعض، يبتدي يقرج لي الكابل او يثبت لي الكابل في الار جي 45. وهي دي وظيفه الكريمبر. بيشتغل ايضا مع الار جي 11 اللي هو بتاع التليفون، يعني احنا ممكن نقرج كابل نت او كابل تليفون عن طريق الكريمبر. وايضا هنا دي كده كيبل سترايب، الحته دي كده بنقطع بيها الكابل بشكل معين زي سكينه كده طرف حاد، بنساوي بيها الكابل وبنقطعه قبل ما نشتغل، هنشوفها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. طيب بعد ما بنعمل طرفين الكابل بالكريمبر يا شباب، بحتاج اتست الكابل ده شغال ولا لا، وده هنا اللي هو الكيبل تيستور. يبقى ده كيبل تيستور، ده بكل بساطه هو عباره عن 8 لومات زي ما انت شايف كده في الطرفين بتوعه. الثمان لومات بيعبروا عن الثمان اطراف بتوع التويستد بير. بحط الكابل طرف هنا وطرف هنا، وده طبعا ريموتلي عن بعد، يعني ممكن الكابل ده يبقى في غرفه تانية، او يعني يكون الكابل واصل مثلا من الغرفه لغرفه تانية، فبحط الطرف ده هنا واروح الغرفه التانية احط الطرف في الجزء التاني. لو من 1 لـ 8 نوره تمام، يبقى الكابل ده معاك تمام مفيش مشاكل. وانا شباب عايزك تركز على 1 و2 و3 و6. يبقى انت في التستور لو 1 و2 و3 و6 نوره تمام والباقي ما نورش، يبقى الكابل بتاعك ده شغال ما فيهوش اي مشاكل. يفضل طبعا احترافيا ان الثمانية ينوروا، ولكن لو الاربعة دول بس نوروا 1 و2 و3 و6 مفيش مشاكل، انت دنيتك شغالة وما تقلقش. وهنتكلم عنها ان شاء الله. هم بكل بساطة 1 و2 دول اللي هم الطرفين في الكابل مسؤولين عن عملية الارسال الترانسميت، و3 و6 مسؤولين عمليه الريسيف. بقيه الاطراف دي بتستخدم احيانا في الفويس، ليها قصه كده ستاندرد في الفويس. لو انت بتكونكت فويس بتحتاجها، ولكن ما لهمش لازمه قوي في نقل البيانات. لو انا بشتغل من كمبيوتر وبي سي وبننقل داتا، ما فيش اي مشاكل ان احنا نشتغل بس بالاربع اطراف دول اللي هم الـ1 و2 و3 و6. 2 خاصين بالارسال و2 خاصين بالاستقبال. عندي تول ثانيه، يبقى ده كده نتورك بلوك. النتورك بلوك ده بيبقى في ظهر جهاز زي ده، اسمه الباتش بانل. يبقى ده الباتش بانل.
الباتش بانل ليس الا جهاز تنظيمي للكابلات. يبقى عشان انا اعمل عمليه تنظيميه لما الكابلات عندي تكتر، هيكون عندي بقى 500 كيبل او 600 كيبل، بجيب جهاز زي الباتش بانل ده علشان انظم فيه عمليه الكابلات قبل ما يخش للسويتش. يبقى الراجل ده بتخش عليه الكابلات الاول ومنه بنوصل بالسويتش يا شباب. وكل ده هنشوفه ان شاء الله في شويه فيديوهات كده واحنا بنكونكت النتورك بتاعتنا. طيب بيكون عليه تو ستاندرد اللي هي الاي والبي. احنا بنشتغل بالبي يا شباب كستاندرد، اللي هي تعتبر زي الاستريت ثرو، والاي هنا يعني تمثل يعتبر الكروس اوفر. فبتكونكت على حسب الالوان اللي في البي، يقول لك البن رقم واحد دي ابيض برتقاني، البن رقم اتنين برتقاني وما الى ذلك. بتبتدي ترتب الالوان زي ما هي مكتوبه عندك في الرسمه على البلوك، وبتدخلها بحاجه اسمها بانش داون تول. يبقى الاداه دي بتشبط الكابلات هنا كده، والاداه دي بتضغط عليهم بالسن ده فتثبتهم جوه البلوك تول ديت، بيبقى في ظهر الباتش بانل، وايضا بيكون في الحيطه. يعني اذا يا شباب انا عندي زي في فيش كده اللي فيها الزراير او الفيشه بتاعتك، اقدر احط بلوكايه كده بتكون نتورك في الحيطه عندي. والشركات طبعا الكبيره كلها عامله كده. فظهر بلوكايه النتورك دوت بيكون شكل عامل زي كده، الكابل بيخش من جوه الحيطه، ابتدي ارتبه الترتيبه بتاعتي واشتغل بالبانش داون تول، اثبته بعد كده يتقفل على البريزه ديت بمسامير كده. شباب نكون الى حد ما جمعنا معظم التولز اللي احنا ممكن نحتاجها. كريمبر لو احنا هنوصل ده كابل من جهاز لجهاز على طول ونتسته. لو انا همشي جوه الحيطه بكابلات والكابلات عندي كتيره وهعمل عمليه تنظيميه، بحتاج حاجه اسمها الباتش بانل والنتورك بلوك. الراجل ده ايضا يا شباب بيسموه 110 بلوك، خد بالك، يبقى اسمه العلم 110 بلوك، ولما تيجي تشتريه في السوق اسمه باتش بانل. وعلشان اثبت ظهر الباتش بانل او النتورك بلوك اللي هي بتبقى في الحيطه، بحتاج حاجه اسمها البانش داون تول، او احنا هنا بنسميها في مصر الدباسه. يبقى انا اقول له عايز دباسه نتورك، ودي بتشتغل ايضا نتورك وتليفون يا شباب. اتمنى ان التول تكون وصلت. الفيديو اللي جاي هنشوف ازاي نعرف نعمل الكلام دوت بشكل عمل ان شاء الله. انا هوريك الواي، يعني انا هوريك انت ازاي تبص على فيديوهات تجيب لك الكلام دوت. طبعا هنتعرف ازاي نكونكت اليو تي بي كيبل ما بين الاجهزه وبعضها. بكل بساطه شباب اللعبه كلها زي ما قلنا في الرايتنج ستاندرد والار جي 45، او لو احنا هنشتغل بنتورك بلوك زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت. انا بس النهارده هقول لك شويه نصايح وهوريك شويه فيديوهات تبص عليها، شويه معلومات عامه كده. شباب احنا قلنا علشان نكونكت اجهزه شبه بعض بنستخدم طريقه اسمها الكروس اوفر، صح كده؟ وعلشان نكونكت اجهزه غير شبيهه زي البي سي والسويتش ومثلا سويتش وراوتر مش متشابهه، بنستخدم كابل اسمه ستريت ثرو، او نوع من الترتيب اسمه ستريت ثرو. طيب لو انا جالي حاجه زي كده، حاجه علميه على الكابل نفسه، وقال لك ان الكابل ده بيشتغل تي 568 بي، الكلام ده شباب معناه ان الكابل ده ستريت ثرو. بص الترتيبه بتاعته في الستريت ثرو هتكون عامله كده. يبقى لو تي 568 بي على مستوى الستريت ثرو، هتكون الترتيبه بتبتدي بالابيض برتقاني مع برتقاني، ابيض اخضر مع ازرق، ازرق مع اخضر، بني مع بني، والطرف الثاني نفس الكلام. يبقى اذا البي ده بيكون ترتيبتها. طيب لو ايه في الستريت ثرو، احنا لسه في الستريت ثرو، الالوان ده شباب مش ثابته، يعني انت ممكن تغيرها براحتك. انا عايزك بقى تبقى فاهم حاجه مهمه جدا، ان انا عندي تو بير كابلين اللي هم واحد واثنين دول مسؤولين عن الترانسميت، برافو عليك، وثلاثة وستة دول مسؤولين عن الريسيف، ممتاز. يبقى اذا انا لو غيرت الالوان هنا، خليت مثلا الطرف الاولاني ده ازرق، ابيض ازرق وازرق، هاجي هنا اخلي الطرف الاولاني ابيض ازرق وازرق، يبقى انا كده الترانسميت عندي شغال تمام.
لان الطرفين الابيض ازرق وازرق انا خليتهم هم مسؤولين عن الترانسميت، ليه؟ وصلتهم على بين واحد واثنين. واجي هنا حطيت الابيض بني في ثلاثة والبني في ستة، لازم اجي الناحية التانية احط الابيض بني في ثلاثة والبني في ستة. ليه؟ علشان الطرفين اللي مسؤولين عن الريسيف لازم يكونوا متشابهين. يبقى اذا معايير الالوان والترتيب مش هي اللعبه، اللعبه كلها في البنز رقم واحد واثنين وثلاثه وسته. لازم تبقى فاهم ان واحد واثنين مسؤولين عن الارسال وثلاثه وسته عن الاستقبال. فانا لو غيرت الالوان ما عنديش مشكله، ولكن في معايير اساسيه اللي هي اللي الشركات حطيتها لنا، ان انا عندي تي 568 بي ببتدي بالابيض برتقاني برتقاني وما الى ذلك بتحفظها، وعندي ال 568 اي دي ستريت ثرو ايضا ولكن بتبتدي بالابيض اخضر مع اخضر ابيض بني عكس بس. ولكن بص الاثنين اللي مسؤول عن السن هم الابيض اخضر والاخضر، لازم يبقوا الناحيه الثانيه زي بعض، واللي مسؤولين عن الريسيف اللي هم 3 و6 لازم يكونوا الناحيه الثانيه زي بعض. فقصه عكس الالوان ما تلخبطكش، لان القصه او اللعبه كلها في ارقام البنات. طيب ونفس الكلام عند ستاندرد في الكروس اوفر، يعني لو نزلت تحت شويه جبنا حاجه مثلا زي كده، ادي الكروس اهي، عندي منها الاي وعندي منها البي. ان ببساطه شباب طرف هيمشي الاستريت ثرو عادي صح كده، طرف هيشتغل معايا بالبي اللي هي الترتيبه بتاعت الالوان الابيض برتقاني مع برتقاني وابيض اخضر مع ازرق وازرق مع اخضر وابيض بني مع بني، والطرف الثاني هيشتغل معايا بالاي اللي هي الترتيبه الخاصه بالاي اللي هو هيبتدي بالابيض اخضر مع اخضر ويعكس الابيض بني مع بني ونفس الكلام. يبقى اتمنى شباب ان قصه الرايتنج ستاندرد بالنسبه لك تكون وصلت، كل اللي بتحتاج تفهمه هي ارقام البنات. طيب انا عندي حاجه ثانيه خلينا ندور عليها كده، سويتش ام اي دي اكس باين، انا مش يعني انا مش متذكر والله شباب، لا ثواني. طيب الام دي اي اكس ايوه هي الام دي اي يا شباب، هي الام دي اي هي اختصار لميديا ديبندنت انترفيس. خد بالك بقى الابروش القديم، الكلام ده مهم جدا يا شباب، الكلام ده مهم جدا. في الام دي اي اللي هو الميديا ديبندنت انترفيس عندي حاجه اسمها ام دي اي اكس اوتو، النهارده دي اللي شغاله في الديفايسز الجديده. يبقى احنا لو عندنا ديفايسز قديمه، ديفايسز قديمه لازم غصب عني لو الاجهزه شبه بعض يبقى كروس اوفر، لو الاجهزه مش شبه بعض يبقى كل ده كده كروس اوفر. خد بالك دول كده يبقوا ستريت ثرو، الاجهزه مش شبه بعض، ستريت ثرو ستريت ثرو صح كده، ستريت ثرو. ليه؟ لان احنا شغالين بحاجه اسمها الام دي اي الميديا ديبندنت انترفيس، البرمجه بتاعت النتورك انترفيس كارد اللي في الراوتر والسويتش وجهاز الكمبيوتر القدام مكتوبه بالام دي اي. حاجه معينه او اطراف مسؤوله عن السند وعن الريسيف ما اقدرش اغيرها، ما اقدرش العب معاها. فاذا كان غصب عني بحتاج اغير في ترتيبه الكابل، اخلي الكابل كروس اوفر عشان يفهم ان الترانسميت هنا معكوس وان الريسيف هنا معكوس. ولكن في الاجهزه الحديثه شباب احنا بنشتغل بحاجه اسمها الام دي اي اكس اوتو. الام دي اي اكس اوتو يمكن ان انت توصل كابل ستريت ثرو باجهزه مش شبيهه، يعني سوري ستريت ثرو تقدر توصل الستريت ثرو حتى لو الاجهزه شبه بعض او مش شبه بعض. اي كابل عندك في الشبكه اعمله ستريت ثرو، هيروح للجهاز هيلاقي ان الجهاز متفعل عليه الام دي اي اكس اوتو
بمجرد ما يلاقي الام دي اي اكس اوت، وهو هيترجم السند والريسيف مع نفسه وانت ما تشغلش دماغك. طبعا ده في الاجهزه الحديثه بس، وده كان سؤال اتسالنا شباب، احنا اشمعنا يعني ستريت ثرو وكروس اوفر؟ لان العمليه كلها مبنيه على برمجه قديمه في الاجهزه القديمه، حاجه اسمها ميديا ديبندنت انترفيس. وواحد كان قال لي قبل كده ان هو وصل كابل ستريت ثرو مع سويتش وسويتش والدنيا اشتغلت وتمام. فاذا يا شباب كل ما الموديل بتاع السويتش بيعلى، وده حقيقي يعني هو ما بيكدبش، هي بس دراسيا ما بتبقاش موجوده في بعض المناهج، ولكن تكنولوجي موجوده ام دي اي اكس اوتو، هي هتوصل ستريت ثرو بين سويتش وسويتش، هيشتغل بالراوتر وراوتر هيشتغل، هو بيعمل ترجمه اوتوماتيك مفيش اي مشاكل. اتمنى ان الجزئيه دي تكون وصلت. طيب احنا عايزين بقى نعرف ازاي يا شباب نوصل بقى ما بين السويتش. عند السويتش اهو ادي الفتحات بتاعته، دي بيخش فيها الار جي 45، والجهاز في ظهره نفس الكلام. بكل بساطه حضرتك هتخش على اليوتيوب واكتب كونكت يو تي بي كيبلز، اول فيديو ظهر قدامي ار جي 45 كونكتورز ان يو تي بي كيبل، هتخش هيستخدم الكريمبنج تولز ويظبط الكابل ويتست بالتستور، هتشوف كل التولز اللي احنا اشتغلنا بيها. طبعا ده نوع تاني ان احنا ممكن نوصل اليو تي بي كيبل عن طريق الكاميرات، تقدر برضو تخش وتشوف. ولو نزلت تحت شوية هتلاقي ادي البلوك اهو، ازاي اوصل ظهر الباتش بانل والبلوك الخاص بالكابل. هتفتح برضو الفيديو ده وتبص هتلاقي الدنيا سهلة جدا باستخدام البانش داون تولز. ولو كتبت هنا 110 بلوك هو جالي اهو، هتبتدي تشوف الظهر بتاع ال 110 بلوك بانواع كتيره جدا ومختلفه. وخد بالك ال 110 بلوك لما بتيجي تشتريه هو كاتيجوريز ايضا، في منه مثلا كات 5 وفي منه كات 6 وما الى ذلك، فحسب نوع الكابل اللي انت هتستخدمه بتختار الكاتيجوري بتاع الباتش بقى. يبقى انا ماجيش اشتغل بكابل كات 6 واجيب كات 5، هيشتغل بس مش هيديني السرعه القصوى زي ما اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت. اتمنى شباب ان القصه تكون وصلت. كل ما عليك انك هتفتح بس فيديوهات مساعده علشان تعرف ازاي تقرج الكابل، والدنيا سهله جدا ان شاء الله ما فيهاش اي تعقيدات. كل اللي مطلوب منك ان انت تجيب 2 متر كابل ولا حاجه من اي حد، هتلاقي متر بجنيه، وهتجيب قراجه او الكريمبنج تول، والقراجه دي كلها ب 15 جنيه، يمكن مع زياده الاسعار هتبقى ب 25 جنيه. ما بقولكش هات حاجات عاليه قوي، والار جي 45 هتلاقي مثلا شويه بجنيه كويسين، يعني مش اسعار غاليه يا شباب، اللي هو الار جي 45، وتقعد تتدرب حضرتك مع الفيديوهات اللي موجوده على اليوتيوب ازاي تقرج الكابل، لانك لازم تبقى محترف في تقريجه، والقصه كلها بتيجي مع الممارسه في حفظ الالوان وما الى ذلك. اتمنى ان احنا نكون قفلنا الجزئيه بتاعت اليو تي بي كيبل. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو بسيط كده، احنا مش هنطول في كابلات الفايبر. والسلام عليكم ورحمه الله.